وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله 5 minutes أنا سوف أتحدث كلمة وفي آخر الكلمة سؤال علي الكيدز كله سدام لأن السؤال في آخر الكلمة في سؤال إن شاء الله يعني الخطرة كلها 4 دقائق وفي آخر سؤال للكيدز إن شاء الله ومعنا جائزة قيمة لهم إن شاء الله رمضان شهر القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رمضان شهر القرآن ولكي نعلم معلومة سريعة عن القرآن القرآن هو الدستور بتاعنا الكتاب بتاعنا هذا القرآن الذي أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المعلومات عنه بخصوص أنه نزل في شهر رمضان وشهر القرآن القرآن
نزل دفعة واحدة من اللوح المحفوظ. أولا القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، لربنا العمل في سورة البروج في كتاب في لوح محفوظ، إنه القرآن المجيد في لوح محفوظ، اللوح المحفوظ هذا في السماء السابعة. القرآن الكريم مكتوب كل دفعة واحدة في اللوح المحفوظ قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه معلومة. ثم أنزل الله القرآن دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، يعني ربنا نزل منه كابي كده من اللوح المحفوظ فين؟ لسماء الدنيا دفعة واحدة. ثم في ليلة القدر في شهر رمضان في أول سنة بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم بدأ القرآن ينزل من السماء الدنيا على مين؟ على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى النزول الأول من اللوح المحفوظ للسماء الايه؟ الدنيا، تقريب المسافة. ثم من السماء الدنيا بدأ ينزل على النبي، لكن ليس دفعة واحدة، لم ينزل المصحف دفعة واحدة، لكن نزل ايه؟ أجزاء، شطر شطر، قطعة قطعة، سورة سورة، آية آية، وهكذا. نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعبد في غار ثور، نزل عليه أمين الوحي جبريل في القصة المشهورة، والنبي هناك يتعبد إذ بجبريل عليه السلام نزل في صورته الحقيقية. يقول النبي نزل فإذا قدمه في الأرض ورأسه في السماء وجناح يصل المشرق وجناح يصل المغرب. النبي شاف سيدنا جبريل في الصورة الحقيقية، شافه مرتين، المرة الأولى كانت هي دي اللي هي في نزول الإيه؟ القرآن، والمرة الثانية كانت في رحلة الإيه؟ الإسراء والمعراج. القرآن بيقول إيه؟ ولقد رآه نزلة أخرى، ولقد رآه نزلة إيه؟ يعني سيدنا محمد شاف سيدنا جبريل المرة الكام؟ مش سيدنا محمد شاف ربنا، مش العلاقة، الموضوع مش علاقة بربنا خالص هنا، الموضوع بين سيدنا محمد سيدنا مين؟ جبريل. ولقد رآه نزلة أخرى، يعني محمد شاف جبريل المرة الكام؟ التاني، على صورته الايه؟ الحقيقية، لكن سيدنا محمد شاف جبريل مليون مرة، بس ليس على الصورة الايه؟ الحقيقية التي خلقها الله عليها. القرآن نزل من اللوح المحفوظ للسماء الدنيا دفعة واحدة، ثم نزل من السماء الدنيا قطعة قطعة، آية آية، سورة سورة، على النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل له أمين الوحي جبريل وقال للنبي اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، أنا ما أعرفش نقرأ، فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. فسيدنا جبريل كان يضم النبي ضم شديدة حتى تختلف أضلاع النبي ويقول اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وبدأ بعد ذلك ينزل القرآن الكريم تباعا، آيات في آيات، ثم صور في صور، حتى اكتمل القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر السنة العاشرة من الهجرة. وآخر حاجة نزلت على النبي هو كان في حجة الوداع، نزل قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة آية 281، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. السؤال للكيد، طبعا الكيد عشان نحدد الكيد إن شاء الله من 15 سنة لحد 50، ده الكيد إن شاء الله from 15 to 50 إن شاء الله this kid. فالسؤال ما هي أول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر؟ نعم، انت تقول السؤال تعالى؟ لا يعني تفضل. ما هي أول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر مع أمين الوحي جبريل؟ السلام عليكم our kids. Are you been paying attention? What is the first surah that descending on the Prophet صلى الله عليه وسلم came down with Jibreel for the first time? ليلة القدر. تمام شكرا. اقرأ بربك، اقرأ باسمه، اقرأ باسم ربك الذي خلق. جزاك الله خير.
جزاك الله خير يا محمد. سلام العبد وائل، خد الهديه بتاعتك. جزاك الله خير. سوره اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اسمها سوره العلق. جزاك الله خير. فين بقى ثمن الكرة؟ 15 درجة تكبير. جزاك الله خير، ربنا يتقبل ان شاء الله. صلاة القيامة ان شاء الله. جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا تمتعتم بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلم الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد أولا وآخرا، ولك الحمد ظاهرا وباطنا، ولك الحمد أبدا أبدا. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين والآخرين، صل عليه في كل وقت وحين. اللهم اهدنا فيمن هدينا، وعافنا فيمن عافينا، وتولنا فيمن تولينا، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضينا. اللهم اجعل جمعنا الليلة مرحوما، واجعل افتراقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وفرج كروبنا، واصلح أحوالنا، ويسر أمورنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وعاف مبتلانا، واهد عاصينا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، وركوعنا وسجودنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم
اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، انصر المجاهدين المستضعفين في كل مكان، حقق غايتهم ووحد كلمتهم وارفع رايتهم، أهلك عدوك وعدوهم بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله